سر بوظ الدليدة لجاك شيراك وعلاقتها السرية بفرانس ميتران رئيس فرنسا الأسبق. سر انتحار دليدة وانتحار كل الرجال اللي هي عرفتهم واتجوزتهم. دليدة أجهضت طفلها الوحيد وأصيبت بالعقم نتيجة عملية الإجهاض. اتولدت دليدة في شبرا وعاشت في مصر طفولتها، وتوجت ملكة جمال مصر سنة 54. كملت مسيرتها في فرنسا، غنت بكل لغات العالم. اكتر اغنيه شهرتها في مصر والوطن العربي اغنيه حلوه يا بلدي وسلمى يا سلامه اللي غنتها بالعربي وبالفرنسي. جربت حظها في التمثيل لكنها ما نجحتش. انتحرت دليده في اوضتها سنه 87 وسابت ورقه مكتوب فيها سامحوني فالحياة أصبحت لا تطاق. دليدة كانت بتعاني من الاكتئاب الشديد بعد ما عاشت على مدار حياتها مأساة. انتحر زوجها الأول، أطلق الرصاص على نفسه بعد ما سابته. جوازهم ما استمرش شهور بسبب إنها حبت الرسام جين سوبيسكي اللي سابها بعد علاقة استمرت سنتين، وانتحر هو كمان مع صديقته بعدم العربية بعد تراكم ديونه عليه. بعدها ارتبطت دليدة بشاب إيطالي اسمه لوجي تانكو، دعمته دليدة في أول مشواره الغنائي لكنه فشل، وده خلاه ينتحر في اوضته، وكانت دليدة اول واحدة تشوفه وهو غرقان في دمه. بعدها حاولت دليدة الانتحار لكنها فشلت وخضعت للعلاج النفسي لمدة سنتين. وتكمل مأساة الحورية دليدة بانها اتصابت بالعقم بعد ما اجهاضت حملها من شاب ايطالي ارتبطت بيه وكان اصغر منها ب 12 سنة. ومع ذلك ما بطلتش دليدة تدور عن الحب. ارتبطت بالشاب مايك برانتو ودعمته لحد ما بقى مغني مشهور، لكنه انتحر لسبب غير معروف. سنة 83 انتحر صديقها الفنان ريتشارد شانفري اللي كان بيشاركها في معظم حفلاتها. وفي بداية السبعينات عاشت دليدة قصة حب سرية مع فرانسو ميتران القيادي في الحزب الاشتراكي الفرنسي وقتها، واللي بقى رئيس فرنسا بعد كده. كان بيروح لها في السر، وبقى يجيلها تهديدات غريبة ورسائل مهينة، وده خلاها تبعد شوية وتاخد جنب. طلب منها ميتران ان ما تجيبش سيرة عن علاقتهم دي لحد. حست دليدة بالإهانة، وده خلاها في حفلة من الحفلات سنة 83 تتجاهل ميتران وتبوس جاك شيراك اللي كان وقتها عمدة فرنسا، وساعتها البوسة دي قلبت الصحافة. آخر قصة حب عاشتها دليدة كانت مع دكتور فرنسي. هو ما انتحرش، لحق نفسه بس سابها، ودي كانت أول مرة حد يسيب الحورية دليدة. وتنتحر دليدة بطريقة درامية جدا بجرعة مهدأ في كاس خمرة، وسابت رسالة سامحوني فالحياة أصبحت لا تطاق. اتدفنت في باريس وتعمل لها تمثال بالحجم الطبيعي على مقبرتها، وما وقفتش مسيرة دليدة بانتحارها. أخوها فضل يبيع عدد كبير جدا من اسطوانات أغانيها وحقق أرباح بأكتر من اللي اتباعت وهي عايشة. استنوني كل يوم خميس في باندورا شو، أسرار وحكايات كتير ما بتخلصش. كنت معاكم إيمان مصلحي.